هي اصعب حاجه في المجتمع ده الاكسبتنس. بالظبط. طبعا قبل ما نبتدي عايزه اقول حاجه ان الناس ممكن ما تكونش فاهمه صعوبه الطريق للوصول المكان اللي انتوا فيه. يعني طاهر 23 سنه ومن اكبر واحسن اللعيبه في جيله، ونادين 18 سنه وحققت انجازات في الكره النسائيه ناس كتير ما حققتهاش في مصر. فدلوقتي في مليون طفل مصري نفسه يطلع لعيب كوره. احكوا لنا عن طفولتكم. انا شخصيا ابتديت العب كوره في المدرسه مع اصحابي الاولاد. معظم اصحابي اصلا كانوا اولاد، ما كنتش بقعد مع البنات قوي عشان ما فيش بنت عايزه تلعب كوره. والكوتش بتاعي شاف ان انا عندي possibility ممكن افضل اكمل في اللعبه، فوداني وادي دجله. وفي الوقت ده كله بابايا ومامتي عمرهم قالوا لي لا، طبعا عشان مامتي كمان كانت بتوف جون بس ما خدتش الموضوع سيريسلي. لو مامتك ما كانتش بتلعب كوره تفتكري كانت هتبقى يعني بتشجعك ان انت تلعبي، ولا كانت تبقى زي اهالي ثانيه رافضه الموضوع؟ لا كانت هتشجعني، عشان هي يعني مامتي فيمينست قوي. اوكي. فهي مبسوطه جدا ان انا بعمل حاجه عكس الناس، مش حاجه طبيعيه، مش حاجه تقليديه كده زي الناس. في بنات كتير قوي ما عندهاش الفرصه ان هي تبتدي بالطريقه دي. طاهر ابتديت فين؟ الموضوع كان مختلف شويه، يعني انا عشان برضو احنا في مجتمع يعني الولد هو اللي بيركزوا معاه اكتر ان هو يلعب كوره، والموضوع بيبقى يعني للولاد اكتر. فانا الموضوع كان مختلف شويه، يعني انا بابايا كان من وانا صغير بيشجعني في ان انا اعمل حاجه اللي انا بحبها، يعني انا لعبت كذا رياضه. فبس فبدات من وانا صغير في نادي الجزيره، لحد ما في يوم واحد صاحب بابايا هو اللي شايف ان انا عندي التالنت ان انا العب في نادي وكده. وبدات من وانا صغير، مثلا من وانا عندي 6 7 سنين في المقاولين. انت صغير قوي. بس كان سني لسه ما يعني هو بيبقى دايما في يعني اخر سن. أوكي. موجودين في الفرق. طيب. انا سني اللي هو 97 كان لسه ما كانش فيه 97. كان اكبر سن ايه؟ كان اكبر 96، اكبر سن. اوكي. بس فرحت معاهم التراي اوتس وشافوا ان انا لعيب كويس وكل حاجه وخدوني، ومن ساعتها وانا مكمل هناك يعني. طيب دلوقتي المجتمع العربي عامه ليه طريقه تفكير معينه. اوكي. فلما زي ما انا قلت البنت تيجي تعمل حاجه غير مثاليه في ناس كتير قوي ممكن تعارضها. انت شايفه نفسك مكمله الطريق ده، ولا انت شايفه انه لا ما هو البنات بتقف عند سن معين وهضطر اتجوز اشتغل اخلف؟ فاهمه قصدي؟ طبعا في تفكير من كده يعني ساعات بيجي لي، بس عمري ما فكرت ان انا هبطل بسبب حاجه كده. اوكي. انا ممكن ابطل عشان انا عايزه اكمل كده، او أوكي. انا عايزه اعمل حاجه تانية او كده، بس اشك ان ده هيحصل قريب يعني. بس للاسف في المجتمع ده اكثر سباك بالنسبه لي في الموضوع. أوكي. كله ان الناس عمرها ما بتستقبل بنت بتلعب كوره على طول، برضه بيفتكروها زي ما قلتي فيز. وناس كتير قوي جم قالوا لي ان هو هتعدي وتشيز يعني توم بوي شويه دلوقتي مفيش مشكله وكده. بس انا عمري ما اخدت الموضوع على قلبي قوي، وحسيت ان هو ايه ده، انا لا انا محتاجه ابطل، انا محتاجه اعمل كذا وكذا وكذا. وكانت بتيجي ساعات من اصحابي اللي هو انت مسترجله قوي، انت دي بتعملي كده، انت صوتك مش زي البنات، حركات بقى اللي هو تضايقك. بس زي ما انا قلت انا باخد بقى الطاقه دي بشحنها اكتر، ف I become more motivated. هي اصعب حاجه في المجتمع ده الاكسبتنس. بالظبط. بس زي ما انت قلتي في بنات كتيره قوي بيتقال عليها ان هي توم بويش، او يعني ستيريوتايب ان البنات اللي بتلعب كوره ممكن تبقى مسترجله. وانا عملت سيرفي وسالت الناس ايه اكتر حاجات او ايه صورتك عن لعيبه الكوره المصريه. في بنات، في ناس طبعا قالت ان هي شجاعه، في ناس قالت ان هي عايزين يثبتوا حاجات للناس، في ناس قالت ان هما مش واخدين حقهم. وده باين لي قد ايه ان جيلنا احنا مختلف عن اجيال تانية، ان هما ابتدوا يتقبلوا حاجات ما كانتش موجوده قبل كده. بس برضو في كومنت على طول اللي هي دي مسترجله، دي توم بويش، دي كده. ازاي ده ممكن ياثر على بنت ان هي تكمل اصلا لعب؟ عايزه ده فعلا من اكتر الحاجات اللي انا شفتها مع ناس كتيره بتبطل على طول. البنت حاسه ان هي بتقلب ولد، وحاسه ان الموضوع بقى مش لطيف، اللي هو انا البنات بتبص لي بطريقه مش لذيذه، الولاد مش بيبصوا لي، حركات بقى كده. بس للاسف برضو يعني
هي البنت بتبقى مسترجله بس ده عشان لعبه عنيفه. طبعا سن 16 ده انت سن المراهقه يعني بتبتدي تكون اندبندنت عن اهلك، صحابك بيبتدوا يخرجوا سفر بقى وكده، انت كواحد عندك معسكرات عندك تمارين عندك سالري عندك كل الحاجات دي، ازاي دي كانت حاجات نفسيا انا عايز اكون معاهم بس انا مش عارف اكون معاهم؟ يعني ممكن اقول لك دي تبقى اصعب يعني وقت في حياتي فاهمه، يعني انا ببقى قاعد بالظبط زي ما انت قلتي مثلا في الصيف، يعني الصيف بتاعي مثلا بيبقى مثلا شهر 7 السيزون بيخلص، شهر 8 ده بيجي اللي هو اخر 7 اول 8 اللي هو خلاص كل الناس بتكون اصلا اوريدي سافرت، يعني مسافرت وقاعدين بيسطلت في حته مثلا وقاعدين. انا بقى بيبقى موضوع مختلف، بيبقى مثلا احنا بنخلص الدوري بيبقى عندنا مثلا بالظبط اسبوع اسبوعين اجازه، يعني ده لو خدنا 3 اسابيع كمان يبقى ده حاجه يعني. بس هي الفكره انا من وانا صغير بابايا معودني على حته ان انا يعني في وقت هيجي لك انت لازم تضحي. زمان وانا صغير كنتش طبعا لسه يعني فاهم الموضوع ده، فهو كان بابايا بيعملها بالنيابه عني، يعني هو مثلا كان مثلا يقول لي احنا هنروح لعيد ميلاد ده هنقعد شويه بس هنمشي عشان عندنا تمرين، انا مش فاهم فبقول له حاضر تمام. ايوه طبعا نروح نقعد شويه وبروح على التمرين على طول. نفس القصه في السفر، كان مثلا نخلص مدرسه في اجازه اخر السنه كل اصحابي بيسافروا وبابايا بيكون مفهمني اللي هو بص احنا هنسافر اسبوع وهنرجع تاني عشان عندنا تمرين. اقول له تمام. هو كان يعني هو عارف يحط لي في دماغي ان انت في يوم من الايام انت بقى من نفسك هتعمل الموضوع ده، عشان انت لو ما عملتوش من نفسك مش هكمل بالظبط. هو الموضوع يعني الحجم الكبير فيه لعيبة كتيرة قوي بتبتدي تبطل تحب اللعبة بسبب البريشر، بسبب انه دلوقتي زي ما انت قلت دخل فيها بقى موضوع الفلوس، دخل فيها بقى موضوع بقى شراء نادي تاني وعقد وكده. عمرك حسيت انه اللعبة ما بقتش بحبها زي ما كنت بحبها الاول؟ البريشر ممكن يجيلك من ناحية تانية بالزبط. يعني من ناحية اعلامية، من ناحية فانز بتاعت فرق تانية عمليني يشتموك عمليني يقولوا لك كلام مش عايزة تسمعيه فاهمة. بس هذه الفكرة، انت يعني لما بتوصلي لليفل معين في الكورة او في اي رياضة انت لازم ترمي على جنب من ناحية اللي هي الانتقادات اللي هتجيلك من حتى من الناس من صحابك فاهمة. يعني زي ما نادين قالت كان بيجي لها من صحابها يقولوا لها مال صوتك تخن كده ليه وبتاع، اكيد طبعا لبنت موضوع مختلف شوية. بس هي في الاول وفي الاخر نفس الفكرة، انت هيجيلك انتقادات من ناس كتيرة قوي. وانت يا نادين ما حسيتيش الاحساس ده عمرك؟ بالذات ان برضو البنات ما عندهمش الدعم زي الولاد. ما هي بقى بسبب كده انا حاسه ان انا عمري ما اكسبيرينس الموضوع ده الحمد لله. بس طبعا كان بيجي لي فترات اللي هو بحس ان انا ليه بعمل كده طول ما انا مش عارفه اوصل في حته. جالي فتره اللي هو كان بعد ما امم افريقيا ما خلصت حسيت اللي هو طب انا دلوقتي المنتخب ده كان الشوط بتاعي ان انا الناس تشوفني بره وسني صغير وكده فتالنت، بعد كده لاحظت ان هم مش بدون دعم مش بدون سبورت، فحسيت اللي هو ملهاش لازمه. والحمد لله الحمد لله وصلت لدرجه عاليه قوي في الدوري. فابتديت بقى افكر بره بقى واروح ازاي وكده ومع الجامعه، فالموضوع بقى كان very complicated. فحسيت بقى لو شويه pressure بس عمري ما حسيت ان انا هبطل، عمري ما جالي احساس ان انا زهقت من اللي بيحصل ده. بس جالي حته confusion طبعا قبل كده، فالتضحيه ده برده كان حاجه كبيره قوي بالظبط. فدي صراحه اللي غيرت لي تفكيري. بابايا جه مره قعدني قال لي احنا دلوقتي في الحياه لازم تختاري حاجتين من 3 حاجات، هي السبورت اللي هي كانت بالنسبه لي كوره، يا مذاكره اللي هي هتبقى مستقبل بالنسبه لي برده، يا الصحاب. قال لي يو كان هاف ات اول بس هيبقى في مينيمم لكل واحد. فقال لي احسن لك تختاري 2 وتركزي فيهم قوي، بعد كده هتلاقي الثالث جاي لك. فانا طبعا اخترت كوره ومذاكره. قد ايه اللي بيحصل في المعسكر ده؟ هقابل محمد صلاح، مش هغلط في الكوره، باص هيجي لك. اول تمرين خرجت اشد من كل حته